بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع مرة أخرى إلى هذه الفقرة التي سنتعرف فيها على مجموعة مصطلحات تهم الرياضيات باللغة الفرنسية. كما رأينا ماتيماتيك ماتيماتيك بروميير اني دي سيكل سكوندير كوليجيال 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 كما نقول إعدادي. طبعا نتكلم عن هذا الكتاب. يجب تعلم هاد المصطلحات. لماذا؟ لحقاش هتولي المات بالفرنس، لأن غتصبح الرياضيات الفرنسية حتى لا تكون هناك مفاجأة أو صدمة فيما يخص هاد المصطلحات. إذن سنحاول في هاد الفقرة إن شاء الله أن نعرف بعضا منها. إذن كما عندنا هنا مثلا بروغرام دو ماتيماتيك دو ماتيماتيك en première année de l'enseignement secondaire collégial. إذا نتكلم عن بروغرام، إذا نتكلم عن برنامج دو ماتيماتيك دو ماتيماتيك ديال مات en première année السنة الأولى de l'enseignement secondaire للتعليم لونسينيومون التعليم التعليم لونسينيومون التعليم تجي من فعل انسيني يعني علم أو أنك تدرس. إذن دو لونسينيومون سكوندير كما نقول للتعليم الثانوي كوليجيال يعني الإعدادي ثانوي الإعدادي. ثم عندنا هنا بخوميي سوميستر طبعا تريميستر هي اللي تتعني الربع ديال السنة، تنتكلموا على الفصل تريميستر. أما هنا سوميستر مقصود بها نصف سنة، نصف سنة الأولى نصف سنة سيمستر مقصود بها نصف سنة سي موا، فهمتي؟ إذا نتكلم هنا عن سي موا يعني ستة أشهر. سيمستر مقصود بها نصف سنة، أما تريمستر المقصود بها ثلاثة أشهر. نتكلم عن فصل للمقدار ديالو ثلاثة أشهر، فهمتي؟ إذا نتكلم هنا عن النصف الأول للسنة بروميي سيمستر. ثم عندنا activité numérique. إذا نتكلم عن activité numérique مقصود بها أنشطة رقمية. تنتكلموا على الأرقام. ثم كما تنشوفوا بأن الجدول مقسم إلى اثنان، لو طابلو إي ديفيزي أون دو. On a le premier volet à gauche et le deuxième volet à droite. Le premier volet comprend le contenu. C'est quoi le contenu? Je ne sais pas le contenu. Le contenu est le محتوى. Et donc, on va parler du محتوى de ces دروس. علاش غتكلم هاد الدروس؟ إذن المحتوى طبعا المحتوى اللي غنشوفو كاين فيه opération sur les nombres entiers et les nombres décimaux positifs. Et on va parler d'opération sur les nombres entiers et les nombres décimaux positifs. Opération. Je pense que c'est opération. Je pense que c'est opération. Tu as dit le fait opérer. Quand on va dire que c'est un طب ان فلان جرى واحد لوبيراسيون. شي لوبيراسيون عمليه. إذا نتكلم عن عملية ولكن ماشي من النوع ديال الطب ديال المات، ماشي من النوع الجراحي ولكن من النوع ديال الرياضيات. إذا نتكلم عن اوبيراسيون سور لي نومبر اونتيي، إذا عملية على الأعداد الصحيحة. إي لي نومبر ديسيمو بوزيتيف، شنو نقصد بها؟ إي لي نومبر ديسيمو بوزيتيف الأعداد الإيجابية والأعداد العشرية الإيجابية الموجبة. طبعا ديسيمو كما تنشوفوا أن تتضمن كلمة ديس تماما كما في اللغة العربية. في اللغة العربية نقول عدد عشري. لحقاش العشري عدوا علاقة بعشرة. إلا ضربنا في عشرة تتنتقل الفاصلة، قسمنا على عشرة تتنتقل الفاصلة الجهة الأخرى. إذن هنا إلي نومبر ديسيمو بوزيتيف، ثم الأعداد العشرية الموجبة. إذن هنا غنتكلم على واحد العملية غنقوم بها على الأعداد الصحيحة، يعني اللي ما فيهاش الفاصلة وما فيهاش الإشارة، ما فيهاش ناقص. إذا تسمى
لي نومبر اونتي اعداد نسبيه اعداد الصحيحه اعداد صحيحه ثم غنديروا عمليه طبعا على لي نومبر ديسيمو بوزيتيف الاعداد العشريه الموجبه فهمتي اذا هنا مثلا طبعا كما تنشوفوا لو دوزيام فولي عندنا كاباسيتي اتوندي المقصود بها كاباسيتي اتوندي ها اتوندي سي كيل فيرب سي لو فيرب اتوند شنو اتوند شنو اتوند انتظر اذا كاباسيتي اتوندي قدرات منتظره منتظره قدرات منتظره اذا تنتكلموا هنا ملي غنتكلموا على لو كونتوني ديال واحد الدرس طبعا حنا عرفنا بانه غنشوفوا من خلاله لي زوبيراسيون سور لي نومبر اونتي اي لي نومبر ديسيمو بوزيتيف حنا غنشوفوا بان هاد العمليات غنجريو على الاعداد الصحيحه ثم غنجريو على الاعداد العشريه الايجابيه او الموجبه اذا طبعا احنا قمنا بهذا العمل اشنو المنتظر من هذا الشيء كله اذا تنتكلموا على القدرات المنتظره مثلا من بين التجليات ديال هذه القدرات المنتظره خاص تكون عندنا واحد شي حوايج يتحققوا تدل على واحد النوع من القدرات المنتظره اذا عندنا ايكريغ اون اكسبرسيون كومبوزي دان انشينمون دوبيراسيون ايكريغ اون اكسبرسيون كومبوزي دان انشينمون دوبيراسيون اولا ايكريغ اون اكسبرسيون شنو غتكتب تعبير كتابه التعبير كومبوزي شنو كومبوزي كومبوزي ها مركب تنتكلموا احيانا على لو باسي كومبوزي يعني الماضي المركب تتركب من هذه الكلمه وكلمه اخرى اذا هنا نتكلم عن اون اكسبرسيون كومبوزي تنتكلموا على واحد العباره مركبه مركبه من ماذا مركبه من ماذا دان نونشينمون دوبيراسيون عمليات من سلسله عمليات تنتكلموا على واحد العمليه متتابعه تنتكلموا على عمليات متتابعه اذا نتكلم عن سلسله عمليات شنو هاد العمليات كيل سون لي زوبيراسيون كوني باي زومبل كيل سون لي زوبيراسيون كونو كونيسون او نيفو دي زاكتيفيتي نيميريك اسمو الضرب اذا اون بريميرمون لي زوبيراسيون كونو كونيسون اون لاديسيون يعني الجمع لاديسيون انسويت كيس كيليا برودوي لو برودوي يعني الجودة انسويت كيس كونا اون لا ديفيزيون اي اون فا كيس كونا لا سوستراكسيون يعني الطرح لا سوستراكسيون الطرح لاديسيون اون دي لاديسيون لا سوستراكسيون لا ديفيزيون اي لو برودوي اذا حنا غنتعلموا نكتبوا واحد مجموعه عبارات طبعا غتكون فيها هذه العمليات ثم من ضمن القدرات المخطط لها المنتظره من هذا الموضوع هذا ريكونيتر لي دو ريلاسيون ريكونيتر لي دو ريلاسيون اننا نعرفوا هاد العلاقتين هاد العلاقه الاولى ثم العلاقه الثانيه مثلا عندنا ك ملتيبلي با اونتر بارونتيز ا بلس بي ا بلس بي ايغال ا ك ا بلس ك بي إذا عندنا ك مضروبة بين قوسين أ زائد بي تتساوي ك أ زائد ك بي إذا غنشوفو هاد العملية غنشوفو بأن هادي راه تتساوي هادي إي لي زوتيليزي دون لي دو سونس ثم أننا نعرفو نستعملوها في اتجاهين إلا كانت عندنا هادي نحصلو على هادي وإلا كانت عندنا هادي نحصلو على هادي ثم عندنا هاد المتساوية التانية شنو الخطأ اللي كاين هنا كاين تما زائد بلاصه زائد خاص يكون ناقص خاصها تكون عندنا هنا ناقص خاصها تكون عندنا هنا ناقص اذا كاين واحد الخطا هنا اذا تتكون عندنا ك ملتيبلي با اونتر بارونتيز ا موان بي ايغال ك ا موان ك بي اذا غنشوفوا كيفاش الا كانت عندنا هذه نمشيو لهذه ولا كانت عندنا هذه نقدروا نمشيو للثانيه اذا من ضمن لي كونتوني طبعا من ضمن المحتويات قلنا لي نومبر اون اكريتور فراكسيونير شنو نقصد بهذه
نومبر اون اكريتور فراكسيونير الاعداد مكتوبه اون اكريتور اون اكريتور مكتوبه في الكتابه في واحد النوع ديال الكتابه شنو الكتابه تنهضروا عليها فراكسيونير شنو فراكسيونير نسبيه كسريه كسريه تنتكلموا احيانا على لو فيرب فراكسيوني كما نقول كسر فهمتي ومن مثلا لي فراكسيون يعني الكسور لي فراكسيون كسور نومبر اون اكريتور فراكسيونير اون فوا لا ملتيبليكاسيون لاديسيون اذا عندنا هنا الضرب ثم عندنا الجمع لاديسيون في هذا الموضوع هذا بالضبط اون اوسي دي كاباسيتي اتوندو اذا عندنا ايضا قدرات منتظره par exemple quelles sont les capacités attendues hein exprimer un nombre par plusieurs écritures fractionnaires fractionnaire. Parmi les capacités attendues c'est d'exprimer un nombre par plusieurs écritures fractionnaires idem انك تعبر على واحد العدد par plusieurs écritures fractionnaires يعني بعده كتابات كسريه كيفاش يمكن لينا نعبروا على واحد العدد بعده كتابات كسريه كيفاش في نظرك كيفاش ترجعوا عشاري ها تنتكلموا على الكتابات الكسريه يعني تيكون عندنا عدد في المقام وعدد في البسط وحنا غنقدروا نعبروا على عدد واحد بعده كتابات كل عدد نقدروا نلقاو ليه بزاف ديال الكتابات يعني كسريه طبعا بضرب المقام والبسط في نفس العدد حنا غنشوفوا هذه القضيه تضرب المقام والبسط في نفس العدد نضربوا في 100 نضربوا في 200 نضربوا في 300 نضربوا في 1 في 2 في 20 اذا ديما تبقى عندك نفس العدد مادام انك تضرب المقام والبسط في نفس العدد تبقى عندك ديما نفس العدد ما تتغيرش رغم ان الارقام تتغير فهمتي ملتيبلي دو نومبر فراكسيونير اون فوا فوار لا ملتيبليكاسيون دو نومبر فراكسيونير La multiplication de deux nombres fractionnaires. On va voir le joudé d'yel. Adadain kasriyin. Tum adna rendre entier naturel un dénominateur décimal. Rendre entier naturel un dénominateur décimal. Annaka turji adad sahih tabi'i. Chmla rajou adad sahih tabi'i. Un dénominateur décimal. بسط المقام دينوميناتور مقام كيفاش نرجعوا عدد عشوري صحيح نرجعوا الى عدد صحيح طبيعي ثم كومباري اديسيوني اي سوستخير دي فراكسيون شنو نقصد بها كومباري اديسيوني اي سوستخير دي فراكسيون تو دابور نو كومونسون بار كومباري سي كوا كومباري On fait la comparaison. On fait la comparaison. C'est quoi la comparaison? Mukarana. Comparer. Annaka tuqarin. Additionner. On a juste venu de voir l'addition. C'est quoi l'addition? L'addition, je me souviens bien. Jam. Jam. Additionner. Jam. Jama'a. Hada fi'l, hada fi'l. Hada fi'l wa hada fi'l. Hada ism. Additionner. Jama'a. Et soustraire, c'est quoi soustraire? On parle parfois de la soustraction. C'est quoi la soustraction? On a l'addition et la soustraction. Hein? C'est quoi la soustraction? Tarah. La soustraction, yat tarah. Idem, comparer, additionner et soustraire des fractions. C'est quoi comparer? مقارنة اديسيوني مقارنة جمع لا هنا من بين الاهداف من بين لي كاباسيتي اتوندو سي دو كومباري سي داديسيوني اي سي دو سوستخير دي فراكسيون الحمد لله لا كومباري دي فراكسيون اديسيوني دي فراكسيون سوستخير دي فراكسيون واش فهمتوا ولا لا باش نعاودوش كلمه فراكسيون درنا هادو كلهم وعملنا بهاد فراكسيون بلغه الرياضيات الحمد لله واش تعاود باش ما نعاودوهاش
إذا عندنا كومباري ديفراكسيون. شنو كومباري ديفراكسيون؟ أنك تقارن شنو؟ كسور. كسور. مقارنة كسور. أديسيون ديفراكسيون. شنو المقصود بها؟ جمع وطرح. جمع وطرح. حنا قلنا لك دابا غير أديسيوني ديفراكسيون. انت قلتي أديسيوني جمع، حقاش هي فعل ماشي جمع. ايوا هي جمع. في اللغة الفرنسية تستعملوا الفعل في مكان المصدر. في اللغة الفرنسية تستعملوا الفعل مكان المصدر. هذا اللي تكلمنا عليها. إذا أديسيوني المقصود بها جمع، ولكن المقصود بها هنا جمع. جمع ماذا؟ أديسيوني ديفراكسيون. شنو المقصود بها؟ شنو جمع ماذا؟ الكسور. جمع الكسور. اي سوستخير ديفراكسيون. اي سوستخير ديفراكسيون. وطرح الكسور. وطرح الكسور. إذا هما باش ما يعاودوش ديك الكسور قالوا لك كومباري اديسيون اي سوستخير ديفراكسيون. خلاوها هي الأخرى. مقارنة وجمع وطرح الكسور. واش فهمتوا ولا؟ اي اون فا كيس كنا؟ parmi les contenus on a nombre de six mots relatifs. Qu'est-ce qu'on a? Ordre. On a l'ordre. Non. La multiplication, l'addition, le quotient, puissance, propriété des puissances, puissance de 10. Je me souviens bien. J'ai puissance. Tout d'abord, nous commençons par nombre décimal relatif. On parle d'un nombre décimal. Décimal. Un nombre décimal. Mais quand on parle des nombres au pluriel, alors là, on dit décimaux. Quand on parle de l'addition, on dit décimaux. C'est-à-dire décimal, عشوري, عدد عشوري, décimaux, عشورية. Relatif, c'est quoi relatif? Nisbi. Nisbiya. Qu'est-ce que nisbiya? موجب السليم. Nombre décimaux relatif. Et on parle de l'addition. ديسيمو غولاتيف اعداد موجب وسليم. اعداد عشوريه نسبيه. اعداد عشوريه نسبيه. عاد ملي غنتكلموا على غولاتيف هذه المقصود بها سلبيه ولا موجبه. هذه ديسيمو. ديسيمو عكس اونتي. عكس اونتي. اونتي يعني صحيحه. ديسيمو المقصود بها عشوريه، يعني ان فيها الفصيله. اونتي ما فيهاش الفصيله. رقم وقال غير كامل، عدد غير كامل. إنه العدد غير كامل عشوري، يعني أنه تتضمن جزء من واحد العدد. آه. جزء من واحد الشيء. ممكن نتكلموا على وحدات صحيحة ولكن فيها أجزاء. مثل نتكلموا على 100.5 راه 100 وحدة صحيحة ولكن ونصف ونصف الوحدة. الحمد لله. على كل حال هنا نتكلم على لوغدر. سي كوا لوغدر؟ لوغدر يعني الترتيب. إذا نتكلم هنا عن لوغدر دي نومبر ديسيمو غولاتيف. إذا نتكلم عن ترتيب الأعداد العشورية النسبية. النسبية. هنا أوسي لا ملتيبليكاسيون. هنا أوسي لا ملتيبليكاسيون. سي كوا لا ملتيبليكاسيون؟ هو الضرب. هو الضرب. أونسويت هنا لاديسيون. سي كوا لاديسيون؟ جمع. الجمع. لاديسيون هو الجمع. إي أونسويت هنا لو كوسيون. سي كوا لو كوسيون؟ خارج القسمه. خارج القسمه. شنو خارج القسمه؟ ملي تنديرو 20 مقسومه على 5 شحال غتعطينا؟ 20 مقسومه على 5 شحال غتعطينا؟ ها؟ 4. تعطينا 4. 4 تسمى كوسيون. فهمتي؟ يعني هو خارج القسمه ديال 20 على 4. النتيجه. هي النتيجه ديال القسمه تسمى لو كوسيون. لو كوسيون يعني كلمه مذكره. فهمتي؟ لو كوسيون. اي اون فا اون لي بويسونس. شنو هما لي بويسونس؟ لي بويسونس قوى. القوى. هذا مرات نقول مثلا، نقول مثلا 10 بويسونس 2، يعني 10 يعني اس 2. ثم عندنا بروبريتي دي بويسونس. بروبريتي دي بويسونس شنو المقصود بها؟ لي بخو لا بروبريتي دي بويسونس شنو المقصود بها؟ بروبريتي. بروبريتي دي بويسونس. بروبريتي كما نقول مميزات. بروبريتي كما نقول خصائص. خصائص. نتكلم هنا عن خاصيه، ما عندناش الجمع هنا. بروبريتي نتكلم عن خاصيه. خاصيه ماذا؟ ك
كانوا نتكلم عن ميزات ميزات دي بويسونس القوى خاصيات القوى كما نقول خصائص القوى هنا طبعا غنختاروا لي بويسونس دو 10 قوى العدد 10 10 اس 2 10 اس 1 10 اس 0 10 اس 0 شحال 1 و10 اس 1 10 10 ملي غنتكلموا على لي نومبر دي سيمولاتيف اون فا فوار لوردر لا ملتيبليكاسيون لاديسيون لو كوسيون لي بويسونس ايتترا parmi les capacités attendues qu'est-ce qu'on va voir ranger ranger des nombres décimaux relatifs par ordre croissant ou décroissant ranger des nombres décimaux relatifs par ordre croissant ou décroissant يعني اننا غنرتبوا رانجي نقصد بها ترتيب رتب رتب ranger des nombres décimaux ranger des nombres décimaux يعني اننا نرتب اعدادا عشريه relatif c'est quoi relatif نسبية يعني في الناقص والزائد par ordre croissant on a venu de voir le mot ordre par ordre croissant تزايدي اذا بالترتيب تزايدي او ديكروسون او تناقص او بالترتيب تناقصي فهمتوا ولا اذا رونجي دي نومبر ديسيم غولاتيف par ordre croissant او ديكروسون يعني اننا غنعرفوا طبعا من بين القدرات المنتظره اننا نتعلموا كيفاش نرتبوا اعداد عشريه نسبيه يعني تزايديا او تناقصيا ثم عندنا غادييه اون دووات اوردر شاد نفس المعنى مع غونجي اوردر يعني بالترتيب وغونجي يرتب ولكن اوردر ملي تنتكلموا على اوردر تنتكلموا على اسم وغونجي فعل غونجي فعل ممكن نتكلم عن غونجي لي فيتمون انك طوي الحوايج طوي دوك الملابس غونجي لي فيتمون او مثلا غونجي لي ليفر يعني انك تاخذ الكتب وتدخلهم للخزانه اذا نتكلم عن غونجي لو فيرب غونجي ممكن تستعمل في معاني اخرى غير هنا تنتكلموا على انك غتدخل دوك الارقام بحال غتدخلهم للمكتبه المقصود انك غترتبهم هما ياخذوا هذا المعنى هنا الحمد لله غونجي دي نومبر دي سيمو غولاتيف يعني انك غترتب الاعداد وتقادها كيفاش غتقادها باغ اوردر كرواسون او دي كرواسون تزايديا او تناقصيا تناقصيا اذا نتكلم على لو فيرب غونجي اما لوردر هذا تيعني الترتيب وتيعني الامر تيعني الامر هذاك اوردر ممكن يجي فواحد الكلمه اخرى مثلا الامر فعل دوني لوردر يعني انك تعطي الامر الحمد لله مثلا كما في العسكر كما مثلا في الجيش دوني لوردر الارمي بور سانترفونير يعني انك تعطي الامر للجيش ليتدخل الحمد لله اذا نتكلم عن دوني لوردر يعني انك تعطي الامر ولكن هنا نتكلم عن لوردر كرواسون او دي كرواسون هنا كلمه اوردر تتاخذ معنى اخر تتعني الترتيب تتولي هنا تعني الترتيب فهمتوا ولا لا ثم عندنا غادوي اون دووات غادوي اون دووات شنو نقصد بها غادوي اون دووات انك تقسم مستقيما لا دووات المقصود بها مستقيم باش تعرفوا على القصور طبعا اذا غنشدوا واحد مستقيم وناخذوا عليه قطع ثم اديسيوني دي نور دي سيمو غولاتيف اديسيوني دي نومبر دي سيمو دي نومبر دي سيمو غولاتيف لو فيرب اديسيوني دي جمع جمع اديسيوني دي نومبر دي سيمو غولاتيف جمع اعداد عشريه نسبيه جمع اعداد عشريه نسبيه ثم عندنا écrire une différence sous forme de somme écrire une différence sous forme de somme شنو غنكتبوا هنا شنو غنتعلموا نكتبوا une différence c'est quoi la différence عمليه الفرق la différence نقصد بها الفرق تنقولوا مثلا quelle est la différence entre A et B ما هو الفرق بين A و B فهمتوا ولا لا écrire une différence sous forme de somme اذا غنتعلموا نعرفوا
نكتبو الفرق صفورم صفورم دو صوم، ولكن غنتعلمو نكتبو واحد الفرق على شكل جمع، هذاك الفرق غنرجعو جمع. طبعا غنشوفو ايضا كيفاش نحولو القسمة الى ضرب، هذه في حالات اخرى. اذا utiliser les parenthèses à travers les activités numériques. شنو نقصد بها انا utiliser les parenthèses؟ C'est quoi les parenthèses? أقواس. أقواس. Utilisez les parenthèses. استعمال الأقواس. استعمال الأقواس. À travers des activités numériques. من خلال. من خلال أنشطة. أنشطة رقمية. من خلال أنشطة رقمية. إذا طبعا إحنا غنشوف واحد المجموعة ديال الأرقام وغنتعلموا كيفاش نستعملوا وسط هاد الأرقام وهاد الأعداد. كيفاش نستعملوا الاقواس. ثم عندنا فاكتوريزي دي سوم الجبريك سامبل. فاكتوريزي دي سوم الجبريك سامبل شنو مقصود بها؟ تنتكلموا احيانا على لا فاكتوريزاسيون، يعني التعميل. اذا نتكلم هنا على لو فيرب فاكتوريزي. سي كوا فاكتوريزي؟ عماله، يعني انك تعمل. تعمل انك تترجع الجمع او الطرح، تترجعه على شكل ضرب. الحمد لله، هذا هو المقصود بفاكتوريزي. فاكتوريزي دي سوم الجبريك سامبل. هذه أيضا من المسائل اللي غادين نضيفوها للقدرات ديالنا، ياك؟ كل شيء اللي شفنا هنا كله راه داخل في هاد الدروس اللي غنشوفو هنا. ثم كالكولي لو برودوي دو بليزيوغ ديسيمو غولاتيف. كالكولي لو برودوي دو بليزيوغ ديسيمو غولاتيف. كالكولي لو برودوي دو بلوزيوغ ديسيمو غولاتيف. شنو نقصد بهنا؟ حساب الجداء. راه خاصكم تعلموا تقراو من بعد هاد الكلمات. عاودي عاودي هادي. كالكولي لو برودوي دو بلوزيوغ ديسيمو غولاتيف. شنو نقصد بهنا؟ انك تحسب الجداء ديال اش؟ دو بلوزيوغ ديسيمو غولاتيف، لمجموعة اعداد عشورية. طبعا في العوض اللي غنقولو هنا لي نومبر ديسيمو تنقولو ديسيمو، فهمتي؟ لا ولا حاجة نومبر. لعدة عشوريات، كما نقول هنا أعداد عشورية، دو بلوزيوغ ديسيمو غولاتيف. إذن حساب الجداء ديال عدة أعداد عشورية نسبية غولاتيف. إذن نتكلم على الأعداد المتضمنة لإشارة ناقص وإشارة زائد. أنسويت كيس كنا؟ أون كالكولي لو كوسيون دو نومبر ديسيمو غولاتيف. كالكولي لو كوسيون. لو كوسيون دو نومبر ديسيمو غولاتيف. اذا نحسبوا شنو لو كوسيون؟ سي كوا لو كوسيون؟ هو الناتج. نتيجه لاش؟ قسمه ديال القسمه. خارج القسمه. خارج ديال العدد. خارج القسمه ديال واحد العددين. كالكولي لو كوسيون دو نومبر ديسيمو غولاتيف. اذا حساب خارج قسمه لعددين عشوريين نسبيين. ثم عندنا ريكونيتر ليكريتور ا سور بي. اذا اننا نعرف كتابه ا على بي، مهما كان ا ثم مهما كان بي، ولكن بشرط شنو؟ هذاك الشرط. شنو الشرط؟ بي خالف صفر. بي خاصو يخالف صفر. كيفاش؟ جيناش نقسمو على صفر، ديما العدد ديال المقام تيتجنبو انه يكون فيه الصفر. حنا غنشوف واخا يكون فيه الصفر. واخا يكون فيه الصفر هذا كيعطينا صفر، ولكن في الصفر لتحت لا يمكن. كالكولي لي فالور ابروشي دو كوسيون دو نومبر ديسيمو غولاتيف اي انكادري سو كوسيون. كالكولي دي فالور ابروشي دو كوسيون دو نومبر ديسيمو غولاتيف اي انكادري سو كوسيون. شنو نقصد بهنا؟ Calculer des valeurs approchées. Calculer des valeurs approchées du quotient de deux nombres décimaux relatifs et encadrer ce quotient. On a un hesbouch non? Les valeurs des valeurs approchées. Et donc, ça n'a pas de quiemen mokarraba. Ça n'a pas de. Ça n'a pas de quiemen mokarraba du quotient de deux nombres décimaux. Les kharij. Qasma. قسمة لعددين نسبيين عشوريين نسبيين اي اون كادري سو كونسيون ونديرو كادر على الخارج.
ثم اننا نؤطر، ثم نؤطر الخارج ياك. ثم عندنا reconnaître la puissance d'un nombre. Reconnaître. نرى كاين واحد الخطا هنا. Reconnaître. ماشي reconnaître. Reconnaître. هذا دوك الشرطة. أنا خاطئ، أنا خاطئ. Reconnaître la puissance d'un nombre. معرفة قوة عدد. معرفة قوة عدد. غنشوفها بصفة عامة. كيف لنا أن نحصل على قوة عدد؟ يعني أننا تنوضع له الأس. فهمتي؟ ثم عندنا utiliser les propriétés des puissances de 10. Utiliser les propriétés des puissances de 10. أننا نستعمل مميزات أو خصائص، مميزات أو خصائص des puissances de 10. القوة ديال 10. قوة. نتكلموا عليها. شوف ديما نردوا بالنا للبلوغيال. الاس. des puissances de 10. لي قوى 10. إذا 10 طبعا ممكن أنها تكون عندها مجموعة قوى. تكلموا على 10 أس 2 أس 3 أس 4 أس 5 إلى غير ذلك. ثم عندنا كالكولي دي سوم الجبريك. كالكولي دي سوم الجبريك. حسابات مجموعة من الجذر. حسابات جموع جبرية. Enfin, on a des activités géométriques. ثم عندنا أنشطة شنية جيومتريك. شنية جيومتريك هندسية. أنشطة هندسية. De la même façon, on a le contenu. محتوى. Et les capacités attendues. ثم القدرات المنتظرة. تنشوف هنا عندنا le contenu. عندنا نقطة واحدة هنا. Concept. Fondamentaux. Concept fondamentaux. Je ne sais pas. Je vais parler de les conceptions. Les تصورات. Concept, je ne sais pas. تصور. Concept. On a تصورات. On a عندنا تصورات. Concept fondamentaux. Et je vais parler de تصورات أساسية. الهندسة أصلا تتعتمد على التصور. الهندسة بالخصوص إذا تكلمنا على الفضاء مثلا إلى غير ذلك تنتكلموا على التصور. كونستخوير دي فيغور جيومتريك إزيال بايزامبل ريكتانجل تريانجل لوزانج. شنو لوزانج؟ معين. شنو المعين؟ الشكل اللي روك. معين هو على هاد الشكل هاو. فهمتي؟ تكون عندنا دابا نشوفو تاهو. يكون بحال الضيع بحال هذا نفس الشيء تورباعي تورب نفس الشيء لان هادو متساويين هادو متقيسين هاد الاضلاع. اذا نتكلم على لوزونج ثم عندنا لو تريونغل. تريونغل مقصود به مثلث. ثم عندنا ريكتانغل. شنو ريكتانغل؟ لو ريكتانغل مقصود به مستطيل. مستطيل. شنو مقصود بالمربع؟ لو كاري. لو كاري. ثم عندنا لو سيركل. شنو لو سيركل؟ دائرة. لو ديسك. لو ديسك الاخرى. لو ديسك قرص. القرص. ثم عندنا ميزوري اي كومباري. اذا من بين هاد لي كونسيبت فوندامونتو سي دو كونستروير دي فيغور جيومتريك زيال باغ اكزومبل ريكتانغل تريونغل لوزانج. انسويت كيس كون اون ا ميزوري اي كومباري دي لونغور دي بيريمتر دي زير et des angles de quelques figures géométriques dans le plan. Allez, qu'il me l'a mesurer et comparer. C'est quoi mesurer et comparer? Mesurer et comparer. C'est quoi mesurer et comparer? Mesurer, on fait des mesures. C'est quoi les mesures? Qiyasat. Mesurer المقصود به? Qiyasat. أنك تقيس. Mesurer, c'est un verbe. Et comparer. On a venu de voir le verbe comparer. C'est quoi comparer? On fait la comparaison. On fait la comparaison. On a un combi al muqarana. Mesurer et comparer. Je n'aurai pas le mot. Muqarana. Mesurer d'abord. Mesurer. Qiyas. On a un qiyas. Mesurer. On a un qiyas. Et comparer. Il n'aurai pas le mot qiyas. Thumma al muqarana. Idan. On mesure et on compare. Quoi? Des longueurs. Des longueurs. C'est quoi des longueurs?
On mesure des longueurs et on compare des longueurs. C'est quoi les longueurs? Atoual. Atoual. Tolo, tolo, tolo. T'entends-tu là? Les longueurs. Et on parle de la longueur. C'est quoi la longueur? Tol. هو الطول والعرض اش غنقولوا ليه العرض هو لا لارجور لا لارجور تقريبا الطول بالنطق في النطق قريبه ليه اذا نتكلم عن لا لونغور اي لا لارجور غالبا لا لونغور ترمزوا له ب ال كبيره لا لارجور ال صغيره هذا غنعرفوه من بعد ميزوري اي كومباري دي لونغور كيس كون فا ميزوري اي كومباري اونسويت Des périmètres. Des périmètres. Des périmètres. Des périmètres. On va mesurer et comparer quoi? Des périmètres. Des périmètres. Je mets les périmètres. Si nous prenons par exemple les périmètres des cercles, comme celui-là, voilà, ce sont les périmètres. On a le diamètre et le périmètre, maqsoudbi al-muhit. Et donc, des périmètres, maqsoudbi al-muhitat. Périmètre de quoi? De ira. هو مش غير الدائره اللي عند المحيط اشكال تو لي فورم تو لي فورم باغ اكزومبل اون بو افوار لي بيريمتر دي سيركل لي بيريمتر دي ريكتانجل لي بيريمتر تريانجل دي تريانجل دي لوزونج ايتترا اذا ممكن نشوفوا المحيطات ديال هاد الاشكال كلها ثم ميزوري اي كومباري كو انكور ثم ميزوري اي كومباري كو انكور Désert. C'est quoi désert? Il y a une miséhète. Et des angles. C'est quoi les angles? Hein? Et des angles. Des angles? Zéouéa. Les angles, m'ksoud bien? Zéouéa. L'angle, m'ksoud bien zéouéa. Iden. Mesurer et comparer des longueurs, des périmètres, des airs et des angles, de quoi? De quelques figures géométriques dans le plan. إذن غنحسبوا ونقارنوا الأطوال والمحيطات ثم المساحات ثم الزوايا ديالهاش دو كيلكو فيغور لبعض الأشكال جيومتريك جيومتريك شنو هي الهندسية أشكال هندسية بحالاش بحال اللي شفنا Le rectangle, le triangle, le losange, disque, cercle, trapèze, etc. C'est dans le plan. Dans le plan. Alors, al-mustawa. Al-mustawa. Plan et al-mustawa. Ah, al-mustawa. Le plan. Dans le plan. Al-mustawa. Chez Haja Mustawia. Chez Haja Mustawia. Alia ou Haja Chek al-Mouayen. Kadron Hasbun Mouhid Dialo, Misaha Dialo, Zawi Dialo, il a réalisé. من بعد راه غنشوفوا ايضا اشكال في الفضاء هذه غنعرفوها من بعد في الهندسه اذا طبعا نستأنف فقرات القادمه حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله